مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم مراجعة لدرس الكتلة والوزن، كيف تعمل القوة، القوة المتوازنة والقوة غير المتوازنة ضمن دروس الفصل الدراسي الثاني الوحدة الرابعة. لنبدأ بالكتلة والوزن. قارن بين الكتلة والوزن من حيث التعريف ووحدات القياس والأجهزة المستخدمة في القياس. لنبدأ بتعريف الكتلة والوزن. ما هو تعريف الكتلة وما هو تعريف الوزن؟ أحسنتم. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، والوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. وحدات القياس، ما هي وحدات قياس الكتلة وما هي وحدة قياس الوزن؟ أحسنتم. وحدات قياس الكتلة الكيلوغرام والغرام، ووحدات قياس الوزن النيوتن. الأجهزة المستخدمة، ما هي الأجهزة المستخدمة لقياس الكتلة وما هي الأجهزة المستخدمة لقياس الوزن؟ أجهزة قياس الكتلة: ميزان ذو الكفتين، ميزان ذو الكفة الواحدة، الميزان الرقمي، وغيرها من موازين الكتلة. وأجهزة قياس الوزن: الميزان الزنبروكي. لنواصل مراجعة الكتلة والوزن. 1 كيلوغرام متعارف عليه أنه يساوي 10 نيوتن. ظل اليمين الإجابة الصحيحة. كم يكون وزنك إذا كانت كتلة جسمك 40 كيلوغرام؟ هل 4 نيوتن أم 4000 نيوتن؟ 44 نيوتن أم 400 نيوتن؟ المطلوب الوزن. كتلة الجسم 40 كيلوغرام كم تعادل؟ 1 كيلوغرام يعادل 10 نيوتن، 40 كيلوغرام، أحسنتم، 400 نيوتن. كيف تحصلتم على الإجابة الصحيحة؟ نعم، بضرب 40 ضرب 10، لأن كل كيلوغرام في كتلة الجسم تعادل 10 نيوتن. كم تساوي كتلة عمر إذا كان وزنه 1200 نيوتن؟ هل 12 كيلوغرام، 210 كيلوغرام، 120 كيلوغرام، 21 كيلوغرام؟ لنستفيد من 1 كيلوغرام يساوي 10 نيوتن. 1200 نيوتن كم تعادل بالكتلة بالغرام؟ نعم، نقوم بقسمة الوزن على 10. الإجابة 120 كيلوغرام. أحسنتم. كيف تعمل القوة؟ ذكرنا في الدروس السابقة أن القوة تؤثر على الأجسام بقوتين في اتجاهين متعاكسين. هل تذكرون أسهم القوة؟ ارسم أسهم القوة للكتاب المرفوع بواسطة الذراع. ما هي القوة التي تؤثر عليه؟ ارسم أسهم القوة. أحسنتم. قوة لأسفل وهناك قوة لأعلى. القوة لأسفل قوة وزن الكتاب، والقوة إلى أعلى قوة الذراع
إلى أعلى. هل القوة متوازنة أم غير متوازنة؟ هل الكتاب هنا يتحرك؟ لا، الكتاب ثابت. إذن قوة وزن الكتاب وقوة الذراع إلى أعلى متساويتان، وطالما أن القوتان التي تؤثران على الكتاب متساويتان، إذن القوة هنا متوازنة لأن الكتاب لا يتحرك. أما إذا تعب الذراع وتحرك الكتاب لأسفل، يكون وزن الكتاب قوة أكبر من قوة الذراع إلى أعلى، وهنا تكون القوة غير متوازنة. الواجب المنزلي: ارسم أسهم اتجاه القوة. وهل القوة في الصورة المقابلة متوازنة أم غير متوازنة؟ ولماذا؟ أعزائي الطلاب، ها قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.